مات أخي في العشرين من عمره وكان شابا صالحا، فقلت إذا أنجبت ولدا سأسميه باسمه وهو اسم جميل، ولكن والداي رفضا ذلك، فهل يعتبر هذا من النذر وهل علي شيء إذا لم أسمي باسمه؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان كما ذكرت أنك قلت سأسميه باسمه ولم تنذري فإن هذا لا يلزم، لا يلزم أن تسمي باسم الميت. أما إذا كنت نذرت أن تسمي ابنك باسمه فهذا نذر له حكم اليمين، له حكم اليمين لأنه نذر مباح، فتكفل إن كفارة يمين. نعم.